السلام عليكم ورحمة الله، تحية الإخوان، معكم عبد العلي بالأجهزة مراكش طام صلوحت. اليوم بغينا ندير واحد المراجعة ما بين الإيكوانوكس 800 والإيكوانوكس 900 اللي هي الأخرى على 800. نشوفوا المحتويات يعني اش كيجي معاها، ونشوفوا التعديل المحتويات ديالها اش كيجي معاها. غادي نشوفو بسم الله. بالنسبة لكوينوكس 800، داكشي اللي تيكون فيها 800، هادشي اللي كاين مصور لك هنا، كاتبين لك الاكسسوار، يعني هادو لا بغيتي تزيدهم نتايا، هادشي تيقول لك الا بغيتي تزيدو نتا بغيتي تشريه بوحدو تزيدو بديسك كبير ديسك صغير كذا. بالنسبة ليها داكشي اللي في الكرتونه هو اللي مصور هنا، مصوره هادي ديال البلوتوث، مصور هذا بلوتوث، هاد البلاستيكات كاين فيها بزاف، مصور فيها الكابل اكس دو، كاتبين لك هنا اكس دو يعني جوج كوابل. هادي بزاف الناس ما عارفينش ما بين هادي بلوتوث وهادي بلوتوث، شنو الفرق ديال هادي اش تخدم هادي. هادي الاخوان مثلا عندك انت شي كاسك زوين عجبك من غير هذا، شي كيتمان صغار يعني شي كاسك يصغيور، بغيت تكونيكتيه بلوتوث مع هادي، كتركبو في هادي وهذا كتكونيكتيه بلوتوث، هادي كترد ديك الكيتمان بلوتوث، هذا هو الدور ديال هادي، وهذا راه كيتكونيكتا ديريكت. هادي مسألة باينة اللي ما عرفهاش. المهم حنا وصلنا ديك الفكرة ديالنا، نبداو ايكوينوكس 800. كيجي مع الوريقات ديالها مسائل، هادو هي الوريقات تيجيو مع الجهاز، مكنهدروش حنا على الوريقات اللي ديال البائع اللي كنعطيك الورقة باش داخل الجهاز، وورقة ديال الضمان هداكشي كله راه كنعطيه لك انا. كنشوفو هادي، هذا كاسك بلوتوث، هذا كاسك بلوتوث. مو باش نحلو تراك عارف هنايا مثلا بسكوتشي كنا بنخلي هادشي كي تيجي جديد تنخليه مثلا باش نحلو. هي راه فيها واحد الباليزه تاع التوب، باليزه ديال التوب وفيها كاسك بلوتوث، ها هي الباليزه بحال هادي مصوره وفيها كاسك بلوتوث كاينه في هذا، ما فيهش الكرتون. غادي نوريها لكم، كملوا الفيديو حتى الاخر وغادي يبان لكم البلان. كيجي الديسك اللي هو فيه 28، الحجم ديالو 28 سنتيم الديسك ديالو. دابا نصور لكم، نعبر لكم انا كاع بالسنتيم باش الانسان يبان ليه البلان. السنتيم هو في 27 ماشي 28، 27 اللي فيه، 27 دائرية، لا 28 يا ربي، لا 28 باش نقلبو هنا هكا البركة ماشي ديال عبار، ها العبار ديالو هو هدا، اه 28، 28 اللي فيه، هذا هو العبار ديالو، العرض ديالو 28، الطول ديالو هنا ما بين 26.5، هداك العرض حيت هو تيشد العرض المساحة. في 28 في هاد الفيش، هدا الجليدات ديالها، بزاف الناس يقولك تدرس ليهم هادي هاد اللعيبة تدرس، ولكن داكشي راه الانسان كيخدم بشوية ماشي هي بالترس الا بطبيعة الحال ضربتيها راه بغيت تهرس الديسك، هما بنادم كيخدم بالعقل هادي راه كاع متهرس ليه، تبارك الله راه غليظة راه ماشي ها كي بغيت دير تهرس، بنادم غير شور على راسو راه ما تهرس، الناس كيخدمو نقيين وبالعقل راه ما غاديش تهرس ليهم. نشوفو هاد الأخر، نحيد هادشي هنا، هادو الأكسسوار ديالها، كاين هادي بلوتوث كي قلنا، هاهي، هادي إيكوانوكس 800 كيعطيوك فيها جوج كوابل ديال الشارج، كيعطيوك هاد الفيش هاد البوشيطة، بلاستيكات تيعطيوك بزاف، إذا طلب بلاستيكات، عندك تما شي 15 بلاستيكة، هادي الإيكوانوكس 800 باش منطوروش عليكم، نشوفو الإيكوانوكس 900. تا هي نشوفو الإيكوانوكس الأكسسوار، تا هي ديريلك ليها، ديريلك ليها داكسي الأكسسوار اللي بغيت تزيدهم، الكاسك ديال الماء، الديسك الكبير، هذا وهذا الكبير كاع، لا تقولك هادو اللي بغيتي تزيدهم بوحدهم، هادي ديالك خط أحمر، يعني هادو بوحدهم، والماكينة داكشي اللي فيها ها هو هنايا، شتيها؟ فيها جوج ديسك، ديسك صغير وديسك كبير،
كاسك بلوتوث، كابل واحد، والكتاب ديالو واحد اللي فيها هادشي اللي كاين. هاي الايكونكس 900، كيجي الكتيب ديالها بلاستيكا، لاكام هاديك تاع تليد، لاكام اخرى، كاسك بلوتوث. هكا داير في الايكونكس، باش نحل الكرتونه قبيله هكا داير الايكونكس 800. كاسك بلوتوث تا هو راه نفس هما، راه الكاسك ديالهم راه بحال بحال كاسك بلوتوث، راه بحال بحال اللي في هذيك اللي في هذيك. والكابل ديالو والشارج وداكشي كاين هنا، يعني بسهولة باينة. فيها ديسك صغير، هذا الحساب اللي يخدم به الذهب الخام وداكشي. فيها كابل ديال الشارج واحد، حتى هي فيها ديسك، نجيب لكم نعبرو لكم نشوفو حتى الفرق ديالو. فيها ديسك ديالها، ها هو شتي، هذا هو الديسك ديالها. تا هو راه فيها هادي رقيقة واحد شوية، هي عندها في الجدر هنا غليظة شوية، ولكن تا هادي راه غليظة. ما عرفتش كيف تدرس ليهم هادشي، والله ما عرفت كيف تيري تيدرس ليه. الديسك تقريبا راه قد قد نفس الديسك، 28 على 26 وشي حاجة، نفس الديسك اللي في هادي اللي في هادي. الماكينة ها هي إيكوينوكس 900، بطونات ديالها المسائل، فيها هادي كربون، فيها هاد الشدادات، هاد الإيبات تاني كيلصقو تما. ها هي هادي ديالها 800، ما جبتهاش لكم قبيلة، جبتها لكم دابا. ها هي 800، إيكوينوكس 800. هادشي اللي كاين تقريبا راه بحال بحال، مختلفين تاني بيكونوا مختلفين في السيستيم وكذا، لكن السيستيم بيكون داكشي. تا هادي راه فيها ميلتي فريكونس، هادي راه ميلتي فريكونس تقريبا. تا السيستيم راه غادي يكون على حسب، مازال ما شعلتهمش. المهم 900 راه ضروري تكون زايده شويه في السيستيم، البطونات ديالها والمسائل كيفاش دايرين، والاخرى البطونات ديالها كيفاش دايرين. تقريبا هادوك البطونات كاع اللي في هادي هما اللي في هادي. كاين هنا جوج ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، جوج ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمانية البطونات، ثمانية البطونات في الشاشة. وكاينين جوج في هاد الجنب وجوج في هاد الجنب، حتى هادي فيها جوج في هاد الجنب وجوج في هاد الجنب. غير هادي 900 وهادي 800، انا تيبان لي الفرق راه غير في الديسك، في هاد لاكام ديالو صحيحه، وحتى القبضه هادي شويه، حتى هاديك صحيحه في القبضه. السيستيم راه بيكونوا تقريبا هادي يكونوا بحال بحال في السيستيم، ما تكون زايده حدا 900، تكون زايده شي بروغرام بيكون زايد فيها ضروري، هادي يكون بيكونوا بروغرامات كاع زايدين. 900 راه ماشي هي 800، ولكن هادي طيب اللهم بارك. راه العمق ديال هادي وهادي تيبان لي تقريبا، راه العمق ما غاديش يكون شي فرق تقريبا، حيت نفس الديسك هادي يكون العمق بحال بحال، ولا هادي يكون مختلف واحد شويه زايده، هادي واحد 10 سنتيم على هادي بحال هكا. ما تيبان لي نفس العمق هادي يكون، حيت هادي هي هاديك العمق ديالها. وانا ما باش نطول الفيديو، ما راه باش نشوف نسي ندير انا كاع، انا نشعلها كاع، انا نروح ماشي انا غادي نشوفو حنا هاد بسم الله. البروغرامات اللي في هاديك هما اللي في هادي، بان لي انا بحال بحال تاع البحر كذا. الفريكونس نشوفو حنا الفريكونس، 4 5 10 15 20 40، تا هاديك تيبان ليا بتكون بحال بحال. نتوما عادو رجعو الفيديو، حنا نطفيو هادي، نجربو هاد 800 ونمشي عليكم. هادو ما عمرني زعما فكرت ندير ليهم شي فيديو، بدا تنهضر عليهم ونجربها وندير، ولكن غادي ندير شي فيديوهات ان شاء الله عليها، غادي نشوفو كيفاش البلان ديالها. كانوا بغيو نخليهم هكا زعما كيجاو، عاد نصور هاد الفيديو للناس.
شوفوا هذه 4 5 10 15 20 40 نفس الفريكونس، هذاك الفريكونس داك الهيرز وهذا الشيء اللي في هذيك هي اللي في هذيك. تقريبا نفس السيستم، تقريبا نفس السيستم، يعني بالي نفس السيستم اللي في هذيك اللي في هذيك، فهمتيني؟ الفرق في الديزاين، حتى في الديزاين مختلف، زايدين ديسك ولا كام صحيحه والديسك صحيح، وهذه فيرسيون جديده ما تكون زايده فيها، تقدر تكون الحساسيه ديالتي بجهده على هذه، مازال تيديروا لها شي تجربه مقارنه مع هذه، ولكن 100% بيكونوا بحال بحال. هو هذا الشيء اللي كان معكم عبد علي بيع الاجهزه، كنتمنى ما كنتش طولت عليكم في هذا الفيديو، اللهم يسير. وبالنسبه لنمره الهاتف راه هي راه عندي نمره وحده اللي عندي باش ما يمشيش بنادم غلط، كاينين فيديوهات ديالي كيتهزوا ليا والمسائل، وراه بلا ما نهضروا نمرتي انا هي عادي 0600488807، هذه هي النمره الخاصه اللي كنهضر بها انا، ملي كتشوف هذه النمره كتعرفني انا، ها اللوغو ديالي ها هو توب ديتاكتور مراكش، الا فيه هذه النمره راه ديالي انا هاد اللوغو، ما فيش هاد النمره عرف شي واحد راه زور هاد اللوغو تيخدم به ودار نمره اخرى، المهم نمرتي انا هي هادي اللي في هاد اللوغو 0600488807 عبد العالي بيع الاجهزه، عبد العالي البهلاوي راه معروف، هو هادشي اللي كاين، اللهم يسير، تحيه لكم جميعا.